أكيد صبحكم الله بالخير. المأجد حر فاح فاح لك بعد ما جلب. وهذا الحين الله يحفظكم فنيال القهوة هذا اللي يطرونه فنيالهم مسبوعي وفي داري قضاء. حتى دقيقتين ما تاخذ خدمة القهوة. زي صلاح ابوي راقد لينا الحين سهران البارحه ما بات الليل ما بات ما الضحك يضحك جايبين له حق مال هل بالمساج وكل من حط سكر كي 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 وكي كي كي وكي كي كي وعقب ياع وساره ويا ابو له ابوي عشاء هنتين ونصف الليل متعشي مره ثانيه غير عن عشاء الاولي هذا عشاء اللي قبل غير حب محسوب جلبت جلب الأولي والثاني والثالث طفينا عنها الحين ركدت وهذه طالت أعماركم خاش وقصيرون قناد ثلاث رؤوس قرنفل أحد يسميه مسمار أحد قرنفل وكم مشعرة زعفران غير ما شيء لا فوق ولا تحت ما يبالي فلسفة ولا يبالي دقبو. ما هو هذا ابوها اول بادي الله يحفظكم شويون تريحة بس نزي ليش بس حسبها ريوها الدلة والحين تكمل الباجي هذا ايو لازم هذا الدلة الزعفران هذه الدلة الزعفران ما زين لحسها انت مين؟ صلاح؟ شايفين النهارده؟ قلت بالك حمامي يا حمامي صباح الخير ايش كذا ذا؟ منو؟ حسن حمامي نزيف ما تبغى يصير حمام تبغى يصير حمامنا؟ ايه يلا نزيف تعال وين الحبة حبة ما وين؟ تعال يا حمام لا حمام صباح الخير صباح الخير يا مستر صلاح زين شوف يا خوز عن مكان ما حبني كم من يوم ما حبني اي اعرف ثانك يو وانا 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 استنى تعال يا صلاح واد الانتزاع اليوم واجد نوم خالد واجد نوم بالعكس اليوم ناس يوم الصبح انتوا راكدين وين تريقت تريقتوا فوق لا لا هنا ليش هنا داخل الغرفه احسن تريقتوا؟ أيوة. لكن خلاص والله هذا ما انت لا تربي روح هذا بعد روح اليوم تعال شو تريق صلاح اليوم بعد بيض؟ بيض هو ده كل يوم اكله بيض يا ريال غير البيض اعطاك كورن فليكس ولا كومبلكس بياكل لا انسى خلاص انزين لازم كل يوم بيض لا يعني صلاح حبيبي ما كل يوم بيض 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 بيدود بطنك سوي لي شيء ثاني صح لا لا صح شو كومبليك لا كونفليكس. لا ثاني اعمله كونفليكس لا والله انا شايف صبر خلني واحد اشرب ده ما صبر 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 يلا لا ما في لحية حفيظ اليوم وش اسمك اسد ما في لحية وايد اليوم ما فيك لحية حبيبي لا صلاح ما يكذب خلاه لا خلي باكر كل يوم بتسحت ويه بعد شهدت اخوه صيره عدل يديك ايها انا ابو اسد مره عادي اقلو صيح حاشك العيب يتخوصر ما تشوف ايش قول يتخوصر ما شفته قول عيب الرجال ما يتخوصر ها عيب عيب تخوصيره هذه تسبه سبحت انتو ذاهبين ولا معكم؟ نار خلاص سبح هل سبح هذا مشكلة هذا منو هذا؟ ايه هذا وايد مشكلة يا مشكلة ليه سبح؟ صبو صبو بدري انت يجوه لا الحق علي اللي صحيت عيني استحيتك اذا عشان تفتر انت كيف هل سبح اول يا اول سبح سبحت لا هل شو قلت بحط لكم؟ فتحت اليوتيوب هبنا اتصلت فيه سمونه هو في الخبير وقلت له قص لي من اليوتيوب من زيارتي العام
إلى جولد كوست. ظهرت لكم منظر جميل العام صورنا، وبحط لكم إياه كإعادة تذكير بالسيرة، سيرة العام. شيء جميل جولد كوست، مدينة جميلة من أروع المدن، بتعيبكم. وبين فترة وثانية بظهر لكم شيء، بظهر لكم من نيوزيلند، سيدني، بظهر لكم بين فترة والثانية زيارتي ملبورن. هاي كلهن، كل البلاد كانت 5 أيام، 5 أيام كانت زيارة ناجحة وجميلة بكل المقاييس. البلاد عليها رضوان من الله، بتيوزل لكم العام صورت وظهرته، والسنة بعد بظهر المقاطع من مالات العام وبرد عرضها. دقيقة دقيقة، هون شو قلت بحط لكم؟ فتحت اليوتيوب، هبنا اتصلت فيه سمونه هو الخبير، وقلت له قصلي من اليوتيوب من زيارتي العام إلى جولد كوست. ظهرت لكم منظر جميل العام صورنا، وبحط لكم إياه كإعادة تذكير بالسيرة، سيرة العام. شيء جميل جولد كوست، مدينة جميلة من أروع المدن، بتعيبكم. وبين فترة وثانية بظهر لكم شيء، بظهر لكم من نيوزيلند، سيدني، بظهر لكم بين فترة والثانية زيارتي ملبورن. هاي كلهن، كل البلاد كانت 5 أيام، 5 أيام كانت زيارة ناجحة وجميلة بكل المقاييس. البلاد عليها رضوان من الله، بتيوزل لكم العام صورت وظهرته، والسنة بعد بظهر المقاطع من مالات العام وبرد عرضها. دقيقة دقيقة، هذا النهار كامل، ها وين ما تصير، ها كلها نهار ابوي، ها كلها اللي تشوفونها نهار، انهار وما ادري كيف، وكل ابوي. لكن ما شيء عندهم ابوي يقول لك دفق السيل في الضاحيه، ما شيء دفق السيل في الضاحيه، دفق هالسيل ابوي كله يتكون انهار، ومن يتكون انهار ابوي يتكون في هالبحر، في هالمحيط العود. شوفوا، ما تشوفون رمضته مش قال بيضه مغسوله من ابوي، مل انهار ومل امطار. بلاد عليها رضوان من الله، وموافجة ورخيصة وأمان وفنان، على ما تشوف شي شراتها هاي بلاد في الدنيا. وهل هاي صدقكم اللي هلها الابتسامة، أقول لكم ما تفارجوا يوهم، بس هذي خوش حلوة، غير فيها شعرة البعد، البعد 6 ما ب 16 13 ساعة ثرهن، وأنا أتحراهن 16. تدور في بلادهم بوي الأصبخة ابتفق ما تلقى، لو تبى اصبخه تدربها عينك دواء دواء عن الرمد، والله ما لقطت الاصباخ، الاصباخ ما تدور عيل هذا البحر على ما تشوفون. لكن اللي يتغسل، اللي يغسل البحر ويغسل ارضهم، هل يبال هالخبر والامطار اللي تطيل عليها وتتكون هالانهار، ويدفق ابوي الدفقه كامل في هالمحيط. فلذلك ابوي سمكتم جليله سهكه والحمته ترثه، لو تيك السمكه كبر البنادم بمية ودي الحمته ترثه. انزين وكل زين، وهل تشوفها، هل تشوفونها؟ ترى على فكره الاستراليين هالبلاد هذه هالاستراليا يمتازون، ما يسكنون في البنايات، شراتنا كلها بيوت، تم ابوي بيوتها، ها شعبيه اللي تشوفونها، هل تشوف كلها شعبيات اللي على الانهار، كلها شعبيه، كلها بيوت المواطنين. مين يقول كان تايلاند ناكل موسيل؟ هذا تايلاند ناكل نمبر 1، اوكي؟ مين هو هاب؟ كلام لا تسمعي، اسمعي كالت كالتي، هذا كل عرب، اوكي؟ بررا يعني تاكل نمبر 1، يلا يلا يلا، اكل كله نمبر 1، اوكي؟ ولكم هذا ها المعرض مال الأطعمة، مرة اللي تحت غرفتنا صلاح، ترى مطعم مطعم المأكولات التايلندية، هب مطعم، معرض، معرض هذا تحت، هذا سنترال وورد، مرة تحته هذا الممر اللي نحن سارين عليه سأخر المري، هذا هو، هذا عاد أولي، وترى احنا مدرية بيننا وبينه البناية. هاي لبستي اليوم رقم 1، ها الحمد لله على كل بارحي ما زاد الوزن، و
متشبث بالحياة والله يا ابو كلابة، ما اريد اعول، ما اريد يسوي بشيء ولا شيء، اريد اغني بخير وسهر واحب الاكل. الحين مشكلة الاكل ما براي مقاومة، الاكل ما يتقاوم ما يتقاوم، وانا في بلاد الاكل الفنان اللي ما شي شراته. ها ايش عندكم؟ شو شو هي كل ظهره منو بياكل؟ كم بتاكلون؟ بس اللي بتاكلونه خير، اللي بتاكلونه خلوني، ما بتاكلونه اظهروا خاري. ما عليه، اللي كان حبه ياكل بياكلون خاري، حطوا عند الباب يشلونه. جزاه الله خير اللي طرش ما قصر. يلا يلا عادي، يلا يلا خلونا بنسير بنسير. يلا سوي سوي. يلا مرة ثانية بعد. لا 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 سوي له صار صلح بعد. لا وبعدني. لا صلح صلح صلح. كلا كلا. لا 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 يلا نسير. لسه ليش باكر بنروح نسبح؟ سبح اللي يسبح من حمى. كم مره تبى تسبح انت؟ خلاص يا سيتفني يا ابوي، انت انت معذب، انت روحك معذب. سب من اول سبا سلي كله حلت الحمد لله بالدواء. هذا بارك الله فيك بمريا الادوابه له ما يقارب كم حفيظ؟ 8 ساعات النار ناقص. اي 8 ساعات على ضوء ناقصه. شوفوا نحط الصبح والحين غادي صافي مره، صافي ما في ادنى تدون من الرطوبه، فلذاك الحين غايه نحط الدواء، فهذا وقت حط الدويات على ما تشوفون. نحط الدواء ولين يصير وينضى تعتزل الخلاصة اللي هي الدويات، تعتزل روحها يرد يصفو مثل قبل ما حطينا الدواء ماله. ويازم عقب بعد على ضوء قاصر مدة وتتطفى عن الضوء، ويازم أبوي عليه ينبخ الكنديشن لين بالباكر، باكر بعد مرور 24 ساعة ينصب بدباب وغراش. ويازم عاد التعبئة أو البيع عاد خلاف ورا باكر ولا اللي عقبه على هالمنوال. احنا صافي أصلية اليوم بارك الله فيكم. تاريخ 1/8 أمس خلصنا صب خدمة الدواب، واليوم بارك الله فيكم بعد مرور 24 ساعة بدأت الدواب، وحاليا ينصب شيء في غراش وشيء في دبار، وما شاء الله الشغل ماشي على قدم الوساق تبارك الرحمن خير الرازقين. حد أبوي يحط السكرات، وحد يطوي، وحد يقرطس، وحد يخدم. الدهن تفرق دوابتنا عن دوابت غينا انها ناضي ما فيها نسبة رطوبة، يعني لو بيدور حولين ما عولت ما عولت، ما فيها نسبة رطوبة، تفقد من الرطوبة كيف مدة الاستواء تزيد عن 8 ساعات على ضوء هادي، تطلع الدواب من اروع ما يكون لك وللزمن. 34 سنة على هالمنوال، ما نحط حلبة، ما نحط اي اضافات اي حافظ لها. صلاح يا ها يا انت صلاح 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 خلي يجلس، خلي صلاح يلا يجلس يجلس اسد. يلا ايوه يا سلام. اي كلمه لا لا حاوة. لا 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 ها؟ لازم؟ انت وايد مشكلة صراحة، هذا كله صوع.
سر من أخبر عليه يتكود سر وراه لا يطيح. بس يا حبيبي من هالقهاوي حق البيلان الحين بس حمام حمام حمام. ليش ما حلت لي حيط صلاح اليوم؟ أنا خبر أنت أقول خلي باب ما بايده برايله باشر بكرة حبيبي زين كسر كم الكرسي يباح كاسر الكرسي بعد هناك شيء طبيعي. نزلنا الحين الله يحفظكم. أنا تريكت فاكهة وقوم صلاح متريجي من الصبح وأنا ستيو بنسير سنترال ام بي سي زيختني بنسير سنترال سنترال ام بي سي هذا سنترال جريب عدالنا بنتغدى إذا رجعنا من الحيين في تاي فود المطعم اسمه مطعم نارا كذي جايين العام وعام الأول مطعم في منتهى الروعة الدور الخامس تاي فود أكلهم مميز وايد جميل وفنان وخلاص بنسير بنتمشى شوي في المولات اللي قربنا وإن شاء الله على الساعة 7:30 بنسير الله يحفظكم ستارتك ايسيتك ايسيتك هالسوق الليلي كذي جايين العام بعد ويازل صلاح ويازل يهنا ويوزل عرف هذا الحين فندقنا قررنا احنا من الحين وساير ما نسير سيده ننزل من فندقنا ويظهرنا بالممر هذا ها بين الفندق هذا والمول الثاني نظهر شيء واللي في سار يظهرنا على الممر هذا بنسير سيده اللي انت قلت لك هذا نارا كذي جايين اكثر عن مره واكل مميز تاي فود واكلهم وايد زين ويعيبني وان شاء الله اليوم بسير اتغدى عندهم ما كني اتغدى الترمسه ولا الا هي مين ما علي ها شو ما نبى لفت حبيبي بنسير مشي سيدها ها لا بنسير هاي سنترال هاي سنترال شو اسمه ام بي سي هي هي جريب مشاي حبيبي شوف لا هدوم الخلاف ها بنصير ام بي كي بناخذ ولا بنصير مكان اول مال يومي يا مرحبا بولد احمد السلام عليكم ايش حالكم شباب يلا اختف يتابعونك يدورونك ايش حالك الله يحفظك كيف انت من دبي ايش اخبارك ايش حالك الله يحفظك كيف يلا يلا تعالوا اول بادي عندو اساميكم كلهم اسمك كامل تعال والله والنعم وانت محمد احمد مطر سويدي والله والنعم والله والنعم رايحه سويد تعب عبك ايش حالك الله يبارك فيك كيف انت كشات ما شاء الله اي والله زين الله يبارك لك في هالعيال الفنانين حفظهم ان شاء الله حفظ الجميع تعرفونه صلاح ولا ما تعرفونه تعرفونه زين ما زين اللي بيشوف المنابر هاي هو من بعيد والله لا يتحرى نحن في نيويورك ناطحات سحاب والدنيا نظيفه يعني ترتيب بلد يعني ما شيء شرات بلاد الدنيا العودة والله العظيم ما بمقصرين بحق بلادهم مرة ما بمقصرين من نظافة من ترتيب أمن أمان ما عليكم هل يرمسون يقولون والله لحقونا وما أدري شو وما طوف من مخابينا كل هذا كل هذه رمز واحد أي من دونها هذا كل كل بلاد قمة في الأمان وقمة في الاحترام واللي تشوفها ساير وياي كلن يسلم عليه كلن يسلم عليك ناس عياويد ومحترمين بلادهم وايد فنانة والعطر ريحته تتم في ينبك يا الآدمي من تتروح ريحة الريح تازم تفوتخ في ينبك شيء من البلدان لو تتروح ما تروح ولا تدريبه مر ولا ضر وفي بلادهم ما شاء الله الريح يبطي يفوت في ينبغ حد لاب سفرة وقدام هنا وليت روالي
بطلع عليك. طبعا شفتوها صلاح. اي تعالوا ياي، هاي تشيت لونج، هاي اللي بيصير هناك بيركب بيبدل القطار، نحن ما نبغى قطار، نبي ننزل. ابوي تعب ها، هذا صلاح شوف بلادهم اهتمام مركز لذوي الهمم الاحتياجات. ها يلا صلاح لفت لفت، يلا لفت عطهم هذا يلا، اللي بياخذ 3 ايام لين ينزل لين تحت هالدري العود. صلاح يلا نشوف عليه. شو جمال الطبيعة عندهم، طبيعة داخل بانكوك روحها. أعتقد بانكوك هذه روحها مبنائي في نص في نص غابة. عنبو شيارهم يوصل ارتفاعه إلى 4 و5 و6 أدوار. أتوقع أن بانكوك روحها غابة. هي هذا لا هذا مول من غير روعة، المول هذا صغيروني. بصور لازم تقول لي انت منو، لا لازم تعلي حسك. محمد. شو محمد؟ محمد راشد. لا اسمك الكامل ما تعرف؟ ما تعرف يخبر باسمه الكامل؟ محمد راشد بن خادم. محمد ولا راشد بن خادم؟ السلام عليكم. ها عليكم السلام. شو؟ الحمد لله كرهه عليكم السلام. ما شاء الله تبارك الله تخدبن ابراهيم والنعم. ابراهيم تعرف هذا يو نو ذس جاي؟ ايه هذا محسن. طلع شوف زين في جيدي سوداني سوداني حبيبي كل واحد اسود سوداني. لا لا حبيبي لا 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 صلاح كل من حد شاف حد اسود ولا ولا اسمر غامض قال ابوي ها سوداني. هذا نحن سايرين له هذا المول، هذا المول اللي ماشي شرح. هذا المول عاد من المولات اللي 99% من بضاعتهم كلها ماركات يعني فلذاك يسمونه مول الملك، مال الملك. اللي يجون هني اظني هب مال التيار مال هالبلاد يعني مو البلاد من كبره. هذا اللي بتغدى فيه ان شاء الله. موقع الفندق بين نانا، بين ستيشن نانا وفندقنا نحن الانتركونتل الطرف هذا، يعني يمكن 3 دقائق مشاي. هذا اسمه خدمه، من تدخل قالوا تبى تخلي كرسي خله، خلينا كرسي صلاح. وهذا صلاح الوحش جاهز. بسم الله. هذا اللي خبرتكم عنه. بلاد 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 شو بقول لكم؟ مصورنا هالعام وقال لكم انا المول هذا اللي يقول اللي خبرتكم عنه قلت لكم تحرى حد لاقطنه بقطنه لقاط ارضيتهم. ميلوده يلاد شفتوا البيضه يوم تظهر من ثم غول، ترى الغول الحنيش من يسرط البيضة يوم يعقها شرات مفعوصة تغدي، شرات الصلامة تظهر فتغدي نظيفة وتلق. فلذلك هذا حين المنظر اللي تشوفونه انتو الأرض تمنظر بها. نحن المطعم اللي سارين للدور الرابع. الماركات تراهن في كل مكان هن نفس الشيء، غير كل بلد يعطونا أولوية شو هل يحبون. اللي هالبلاد اللي يلبسون قصير حطوا لهم الموديلات القصير، موجود في البلاد الثانية لكن أكثر يركزون في البلد اللي هم عارضين بضاعتهم فيه. فلذلك كل شيء موجود في كل بلاد، البضاعة هي نفسها موجودة. غير اللي يميز بضاعة الشرق آسيا بضايعهم الماركات أن يحطون الأشياء النعيمة، الأشياء النعيمة يعني بضاعتهم، لأنهم هم روحهم نعام ما عندهم حد من الدفش
احجامهم دفشه. كم بطال وكم بتشوف وكم بتتفرج. لا يوم اقول لكم بلاد عليها رضوان من الله، هم تدخل هالمول ما ودك تظهر. كم بتطالع وكم بتشوف، ها خرت نيم خرت نيم. ها ها امور شو صلاح شو بلا ما تشوفون. هذا قسم خاص اي منتوجات فيك انت يا لندن موجوده عندهم كله، واسمها هرز، منتوجات هرز كلها موجوده لي، من حلاوه ومجسمات وذبادي بتحيدونهم كل شيء موجود، حتى الزي مالهم. ثانك يو. دوب العود يلا يلا سير سير فوق فوق فوق. شيء طماشه والله انه طماشه هالمكان، جايين العام كل شيء عندهم، كل شيء يخطر. كافيهات اللي عندهم ترى مش موجوده في اي بلاد من الدنيا العوده. ها منو؟ لا لا بس عند نارة حبيبي، نارة الدور الرابع، نحن حين في الدور الثالث. كنا فكره في كل دور يوجد ستاربكس، تخيلوا في كل دور يوجد ستاربكس. اكثر بلد فيها عدد ستاربكس في العالم هي تايلاند، بالاخص بانكوك، بالاخص بانكوك. دخلوا النت وشوفوا هيك عن باقي الكافيهات والاكشاك. شو بقولكم محمد بن سهيل العامري، ايه يدك ابوي محمد بن سهيل العامري زين، ويدك من جد امك احمد بن خادم المهيري يار صلاح الاول. صلاح عرفتم عندهم هاي تعرفه، صلاح اسمها شمه عندنا في البيت نحن، شمه ولا لا؟ صلاح عندنا شمه ولا لا؟ اثنتين شمه عوده شمه صغيره وهاي رقم ثلاثه. ايوه صح. وصلنا ابوي الدور اللي نحن عانين اسبه، وهذا مطعمنا اللي خبرناكم عنه اللي هو مطعم نار. الفندق بعد قالوا لنا من احسن المطاعم التايلنديه اللي موجوده قريب في نص بانكوك، مطعم جميل وفنان وكل يعرفه. مطعم نار من اشهر المطاعم التايلنديه واحسن واعرقها، مطعم عريق، مطعم عريق للتاي فود، للتاي فود المطور. والدريتش هنا عندهم نارا اثنين، واحد اللي صورت لكم اياه اكلهم تاي فود فرنسي، يقدمون الطعام الفرنسي، وهذا نارا اللي يقدم الطعام تاي فود اكل تايلندي. فنحن عنوتنا ابوي لهذا. هذا المطعم اللي جايين عسبه تحيدونهم اللي وعيانهم بنفسجيات البربل العام صورنا بدال الودي ألف ودي. شو حبيبي وين انت؟ تعال شو اسمك؟ يلس انت ويا صلاحني وانا بش على هواك حبيبي. يلس انت على هذا انت وصلاح، هذا مشاهد ابوي. هذا بيت منو هذا؟ الله أعلم به، ما أدرى في بيت منو. بينك أنت هو صلاح، واحد بيني أنا ومحسن. هذا الله يحفظكم البملو سلط. البملو سلط عبارة عن البملو وفيه ربيان وفيه نغر، حب نغر ربيان بالصغار بعد شي وزق السبال وكازا ويحطون عليه صوص معين، والصوص مال هذا وايد لذيذ. البملو سلط مش كل مطعم يروم يضبطه، لازم يكون من المطاعم العريقه التايلنديه. شو حبيبي شو بوي انت ما يخصك فينا، نحن عندنا تعبل انت من عمرك. هذا الله يحفظكم ديب فراي، دياي مقله
في قرطاس من غير لذيذ طعمه وايد فنان ولا شيخ ولا شيخ وات ذا نيم فور ذس وان فندان 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 ريب 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 هي هذا حبي حق من ترى The Thai name for this what? Nipu. Okay, in English. English. Crab. Crab meat. Crab meat. Yeah. Salad. Not salad. Huh? Crab meat. Yellow curry. When will yellow curry? Oh, not yellow curry. Hey. Crab meat is a lettuce. Hey. Crab. Crab meat with a red chili. Why crab meat with yellow chili? Hey, هذا هو اللي تعلم طلبنا. هذا شو؟ هذا طبيعي. كل بيدك انا ما كنت ضيق ولا ما كنت بقلي دلوقتي لا افتح دول بيدك يعني, يعني كده لا مش ده لما تفتحه بايدك كراب ميد فاير رايت يقول لك تجيب حاجه بسرعه قول له يعني هذا قبقور شي بلي عظام شي مظهور اللحم منه وحامسين ويا العيش انا حطيت لي شويون والله اليوم ما بس شويون زين عيد انت عيد 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 في العافية في العافية يا محسن مليون مرحبا هنا مرحبا آه. سكر تسجيل سكر يا رايد رجال هذا اللي حفظكم عامري من الهيار جيته في خياط السرابة تحيده نعم يوم في أبوظبي انت من الهيار وسرت البطين وسرت البطين شو وداك البطين لا 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 ودر عنك البطين لا نحن بنرمس رمسه ايش عفتك حينه انت وخذت ياسيه وانت عامري انت في شرق وهذه في غرب هل انت اختيار ولا بالصدفه ولا شو والله هاي بالصدفه كيف شو كانت منية؟ اللي طال عمرك أموني أبو ناوي عرس انزين وعقب عمتي الله يطول عمره حرمة الوالد قالت حصلت لك شيخة شيخة؟ شيخة من بنياس لا إله إلا غيرها قلت له والله أنت ترومين وأنا استاهل تشارط عليهم من عقب شارط عليهم أنك يعني ما تبقى إلا كان حرمة شيخة كومية كومية؟ ياسية انزين وسبحان الله والله يسر الأمر وينا هناك وان هلها شيوخ يلا شفت والله عليك شيوخ معانيهم شيوخ بحشمتهم هي نعم ما عليهم القاصر الحمد لله عرب طيبين وانتم طيبين الحمد لله عوامر ناس طيبين كلني يتشرف بهم الحمد لله والله يسر الامر الناس كلها خير بركه لكن لكن انك انا استغربت انك انت من الهير وابطيت بلي عرس فعسبت يستعير وخدت ابوي من الهير للبطين تسطيت لين البطين نعم. سطيت ابدا في العمق في القوع لا اله الا الله يا الله الله يرزقك على قد نيك يطرح فيهم البركه ان شاء الله امين ان شاء الله شو اسمه بالله عليك؟ نيون نيون ماركت نيون ماركت ها صلاح ريا بيصير سوق مال الليل الليل ان شاء الله الليل حلو طح صلاح صلاح مطقم ويا الوعيان اقول لك هذا تك اسيا تك ما يتو لا افا ضروري يصير اسيا تك نسيل لك هالامس جاي ما هو ضروري اليوم يصير اسيا تك نحن الحين عقب المغرب بنصير لكن ما يفتح لهم بعد الساعه 7 ان شاء الله لين الساعه 1 في الليل هنتين ضروري في لعوب مارس صغاريه الله ييسر الامور الله ييسر الامور ها 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 الحمد لله يا ابو كل شيء وانا يا سرمسة ما هو حالي ابو يا رمس بخبركم شو ها سلطه قبقوب ها سلطه ربيان هاي كراب ما ادري شو هناك شو بقول لكم هذا كراب سلطة وايد مميز شوفوا كم حجمه هذا ينكل هو وظهوره وما فضل عنه كامل كامل ها
نص الشريج لا شيء شراب. هذا النوع من القبقوب يسوي لحم ويسوي ضبوع يغير بلي عظم. هذا كله تشوفونه كله بلي عظم ضبوعه وما فضل عنه. والله تحروني يمزح هاي ما بضبوع حينه. حرامي انه رقم واحد. شو بلا صلاح شو بلا؟ هذا الهندي ايوه. ايه لا لا تقول له ايوه هذا ما بهندي هذا منو؟ ما هذا انت منو؟ صلاح. هذا صلاح انت تحرى هندي؟ ويعرف شوي هندي اتشا ايوه ويعرف شوي متى تعلمته الهندي؟ عارفك انت تقول له اتشا ايه ايه قول له انت اللي علمته الحاجات دي عارفك؟ لا انت ولا انت عارفك انت اللي علمته الحاجات دي عارفك ولا عارفك عارفك يعني عارف. هذا بارك الله فيكم بعد غير نمونه بعد هذا كري بعد مال قبقوب قبقوب وهذا تحت بعد صوص مال قبقوب بعد قبقوب مرقة قبقوب وهذا ويا هذا لكن مفروض ويا عيش انا ما اكل ويا عيش لك جايزة ان عرفت شو هذا جايزة؟ ايه هو ايه هو يعني لا حاجة مثلا تختفي ايه بسلة بس مش زي اللي عندنا ها بسلة تطلع ده دوقها وانت تعرف مش عارف ده ايه دوق من الطعم حلوة بس طعمها دي ايه ده بسلة لا مش بسلة هذا فلفل اسود ده فلفل اسود؟ ما استغدر دلوقتي اه؟ لسه ما كبرش بقى لا ما نشوفوهوش ما نشوفوهوش دلوقتي فريش اخضر تحفه وايد حلو هاي ليش مخلينها؟ ما في فل ما في يلا الحين تاكلها صلاح قول له صلاح قول له بليز حمام يعني دياي صلاح يقول انا احب الدياي يلا 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 كلها عاده زين ودي دي يقول انا موجود يلا يلا قول بهي يا حبيب النبي تعالي شكرا ابوي هاللي فوق ترى هذا كيك انا صكيته باصبوعي شكرا ابوي للمطاريش اللي في العالم كلهم ما بالله اللي في عمان ومشكورين على اللي اندبتوه شيء فنان وغاوي ولذيذ وطعمه ما شيء شراته شكرا جزيلا وكتيبة وايد من غير كم أكثر كتيبة ما بنروح نقرأ كامل نحن الله يسلمكم بينا الفندق بخبركم ليش عاد خلاف ليش رديت الفندق بخبركم حي بسير مكان واللي قلت لي دورة بخبركم ليش ردينا الفندق نحب أخبركم شو القصة اللي مستوية القصة اللي يحفظكم اللي مستوية البارحة أنا سرت وكلت تعشينا في مطعم تعشينا مطعم الهندي انزين خلصنا من العشاء حاسبت وظهرت خطفنا ستاربوكس وخطفنا الدنيا وينا الفندق وترترنا ما خلينا ولا مكان سرنا حينة عقب الغداء أظهر الكرت يدي والخلاء كل الكروت موجودات الكرت مال طيران الاتحاد اللي حصل عليه نقاط في حسابي مال بنك أبوظبي الأول مش موجود جلست هويس وأفكر قلت له حصار جنة بتيني بيشخط وبهيني الهواء المسجات غير ما حصار جنة ما هي شيء تميت هويس 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 يينا ييت الحين عند هذا هون ييت عنده الله يحفظكم ندور وين نحن حاطين الكرت آخر شيء ذكرت إنه في المطعم البارحي اللي هو شاركول المطعم الهندي ثرنا بوي ودرناه هناك الكرت ما شيء إلا هناك ما سرت مكان غير أنا ولا أخذت شيء بالرغم إني سرت
ترمينال 21 وما ادري وين غير ما اخذ شيء. دقينا لها محيط تليفون كرت اسم خالد الخادي قال ابوي ماشي نعم شيء بنك كرت مال بنك ابو ظبي الاول غير ما بس خالد الخالدي غير بدل قلنا مني منك قبضت السماعه انا ومرتها من كثر المحاتاه قلت له بخبرك انا خالد الخالدي جيتكم امس المدير دخلني ولا لا 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 لا, لا, لا. قال لي الكرت موجود لكن ما بسمك دار دولاب دار دولاب الفكر ثرني قبل ما اشتل من بضبي انا عندي حسابي واحد كان مسوي منه كرتين كرت بسمية وكرت باسم ام محمد الكرت اللي بسمية عيالي سافروا امريكا امس الله يحفظهم سعيد بديته هو يخته آي وهم سايرين قالوا ابوي نحن حجزنا هناك الشقيق وكل شيء بطاقة كاي مع طيران الاتحاد ونخاف يطلبونها منا شو رايك انت تاخذ كرت منا وناخذ نحن كرتك توكلوا على الله ترى البيزات الا من كيسي انا ما بمن كيسي طاروا يوم جيت انا حين اخبرهم عن الاسم قالوا لا ترى ابوي الكرت ما باسمي انا باسمها هي وحين الحمد لله الحين ردت في الحاسية قالوا إن أبوي كرت موجود عندنا وتعالوا بنعطيكم إياه وهذا أمها وهذا أبوها يلا بناخذ كرتنا وخلاص بنرمس من جايين قلت لي من بوكيت سنغافورة أول بادي كنت في سنغافورة سنغافورة نعم عقب جيتوا سيد بوكيت بوكيت من سنغافورة سيد بوكيت زين زين أنت والوالدة والوالدة محد عندك؟ لا لا ويا الله ما شاء الله ايه. بس كنت ويانا في فندقنا فندق الفندق الفنان متركز. اللي ما شيء شراته وين فندقه؟ ايه. حلو وايد سكنتوا في أي دور؟ 28 ليش ما سكنتوا عدالنا؟ الوالدة قالت له ويا الخالدي حبيبي يا الله يحبك سلم على هل إن شاء الله الصغار والكبار يوصل ها صلاح بلا محسن حط لك الحزام ما بجني هذا كل شوية تلات مرة حتدوله ها قاعد تفك الحين الله يحفظ بينا ولقطنا بوي الكرت بالحفظ والصون وحين بوي مشتلين بحفظ الله ورعاية متوكلين على الله سايرين الله يحفظكم ايسيتك السوق الليلي السوق الليلي الفنان اللي في الملاحي الكبير هيج العود مثل لندن آي مكان وايد جميل مصورون له العام وعام الاول واللي قبله ما بجريب هو ترى من وين نحن سكون نص البلاد لين هذا لين اسيتك ما بجريب يعني تقريبا 10 دقائق 15 دقيقه بالتاكسي فتش شيء له طريق قطار كم ما نعرف له نحن يمكن بعد ماله ولا طريق قطار المراد الحين نحن جريب نوصل وصلنا اسيتك وهذا مسيو صلاح وين محسن لو انا قايل له لا تشبر بقعه ها. محسن يا الله شوف شوف تبي تاكل انت؟ انت انا ما اريد بس بندحك بطي من الصراط هذا ابوي اسيتك شفت صلاح؟ تبي تركب؟ بتركب ولا لا؟ انت انا ما اريد اركب انت مع اسد شوف مو اثنين ما اريد صبريني وانا بصور اسمك انت هيا ما شاء الله جميله هيا انت عبيتي جميله تعال شو اسمك والله هذا الزين يا مرحبا بسلطان اسمك اسم سلطان انت شكلك شكل واحد من سلطان شنو يتابعني كم قولي والله بس هاي حياه بصورك كلك وعندنا اساميك كل واحد تقول شو اسمها انت اول شو اسمك نوره وانت آمنة وانتي 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 هيا سلطان هذه بارك الله فيكم اسيتك
مجموعة أسواق داخل بعض أروع وأجمل ما يكون، مطاعمها ودنياها وعلمها وخبرها ونهرها. شوف النهر هذا، بوب بوب عبريته ودنياه مطابخه وعلمه وخبره يتالي ابويا من شرق لين غرب. يا صلاح ايس كريم، يا صلاح مانجو مانجو خوز عن انت خوز خوز وينو صلاح الايس كريم؟ صلاح اقبل، ما تعرف تقبل ايس كريم؟ سوري كيف صلاح الشكل؟ لا 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 صلاح وين الايس كريم؟ لا ما هو ايس كريم وينو؟ صلاح وين مانجو ايس كريم؟ مانجو ايس كريم مره مره مره. يلا صلاح ايس كريم شو اسوي مسخره صلاح؟ يلا صلاح مشكلة صلاح بسك بسك حبيبي بس عشان سكر سكر ما يطلع فوق. خديجة تشوفها، خديجة تشوفها الحين في الانترنت بس اطلع هذا بس خلاص يلا كل انت كمله صلاح ها شهدي عليه خدية طالعيه طالعيه خدية ها طالعيه خدية خذ انا كله بس عليه بس عليه ادولك بيبو زمر فيه سك ما بخدية تشوفها الحين في الانترنت خدية نوم باكر الصبح تشوف سمعي يا خدية يقولوا انا خدية نوم ايه ها كلها حطام المهب بيرتفع عند السكر يلا كل الطيار هذا والله بيضربك خلاص لا السوق عباره هو عن سوق حرفيين يبيعون مال اصنام يبيعون ما ادري شو اشياءهم روحهم مالت هالبلاد وعيانهم البوده كل شيء مالهم صناعتهم يبيعونها ما في شيء يعني من برا. فلذلك السوق هذا مال
مال هل هالبلاد يعني تشجيع الصناعة المحلية مال دعم الأسهل المنتجة شلات اللي يسوي عندنا في مهرجان شيخ زايد للتراث اللي في الوثبة أبدأ نخوه كان هذا غير هذا فيها فلبينيين وهذا كان احنا قدام باطنيين فلبينيين شو اسمهم تايلانديين. تمشينا لين هذا من وين الله يحفظكم شاهد النهر المطعم هاي اللي تحيدون العام اللي كديته انا وصلاح واسد وكان مطر صبيب العام ما كنت ويانا هذا المطعم هذا مطعم تايلندي تاي فود يعني هذا من الاحسن المطاعم بعد اللي في جنتيه تايلاند تاي فود هاي قلت لكم الربيان على كبر الشيف في التوم يوم سوق عندهم هذا احسن واحد فيهم كلهم واللي بيوصل اسيتك ولا خاطر في غدا يتغدى في هالمطعم ماشي شراته شراته بالنسبه للي يحبون التاي فود الاكل التايلندي وايد فن. اولا ثانيا الله يحفظكم تمشينا وقلنا عاد بنعطي صلاح جائزه بينكم ما بالله صلاح نحن كنا نبى جائزه اول شيء قرت عيوننا بشوف الكرت الفيزا كارت اللي ناسينها يا الله ينينوني الحمد لله يا ابوك هني العقلان وقرت عيني بشوف كرتي المراد بس سوينا جائزه حق عمارنا ستيكي رايس مانجو وذ ستيكي رايس في هالمكان اللي ستيكي رايس مالهم يعني لهم خلف عليهم اصبر لا تستعيل بابا اي لا تستعيل هذا ابوي ستيكي رايس وذ مانجو شو حبيبي شو هذا اللي خليه انزين للزعلان شو عيل خلوه ايوه يعني ما تبي حينه خلاص بابا خلوه يقول ما يريد يشيل عنه ما يبغي عايز ايه ما يبغي خلاص مش عايز ايه بس شوف ذوابتك يا ابو محمد هذا هي على ريحتها ما شاء الله تبطل الراس تسلمي لينك يا رب صلاح منو يربع وراك انا اربع وراك لا تسعيلي يا صلاح حبيبي انا هذا مكانه ممزور ما خلص واسد مكانه ما حد الا انت وهالملهوط ملهوط مين ما هو اثنين تكم ملهط لا انا والشيف ولا له اقوى تحس دلوقتي وشنا يوم بسم الله الرحمن الرحيم خلاص على تحس ترفت ما تريد الحين الحين ما تريد ما عليه ما الحين تريد ولا ما تريد وهذا شو اللي تريد الحين منو كله هذا جني كله توك ما تريد ما نقول انت خبور انا قصبت عليك غصب قلت كل هذا يخبر انت خبور انا خبر الكلام كنت عايز اكل اصلا انت اللي قصبت عليا لا كل كابتن صلاح والكابتن ابوي اسد اما عاد هذا الكابتن محسن وياسي كنا في هالمكان يونا هالجماعه هذا الريال وهذا الريال سلموا قبل ما يسلمون والله يا ابوكم يا ريفي ريحتهم وصلتنا قبل ما يوصلون هاي الريح الخنين الفنان قلت لهم بوي مستحيل ما مستحيل ما تكونوا من الامارات قالوا لا والله من الامارات قلنا بوي الريحه والشكل شكلها للدار ما خلنا الا ريحتهم فيكم ما شاء الله عليكم غير نمونه الله يحفظكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال هذا قال يسلم عليك ريال وهذا قال يسلم عليك ريال قلت منو قال يتمرن وياك قلت ما اعرفه اسمع عبد الله من وين من خور فكانه ون قلت عبد الله بخور راب قلت له قال براويك صورته ها طلع هذا تحيدونه هاك المزند اللي بكبره زنود ريج هذا هو ابوي الساعه ياس بالصاله هي ما شاء الله عليه حي وصيه خوك من توصل لابو محمد خوك من لم الابو ايه زين زين طلع فيك محمد لا قول والله الحين حقها خرب الله تكنت انت شو انت من راس الخيمه وين من الخور انت ايش اسمك حسن حسني والله والنعم وانت سلطان زين سلطان زين يا سلطان وهذا ها محسن بالنيبان بالنيبان بالنيبان
والنيبان؟ إيه هذا سلطان وهذا أبو النيبان. شوف هذا في وين بالله عليه؟ كله توثيق هذا في مدن مصر. في مصر. أنا موثق. يا ربي متى لاقنك أنا؟ العام ما شاء الله عليك ما عولت هذا أنت. يوم سألتك محمد قلت لك هذا. ايه هذاك اللي يكذب علي خل عاد هذاك بزوده هذاك ايه صحيبه صبي ربيعه قصدك ايه صحيبه غير ابويا عمل اها يستوي مس اندرستاندينج وهذا قابض يصور طرش حق العرب اللي ابو محمد ابو محمد راكب الخيل واجف انزين شو تقول من يومين؟ يومين احنا طالعين متواصلين ايه والريال نروح نشوف ابو محمد بنشوف محمد صدقه؟ ايه بعد شفناه مره لازم نشوفه جزاكم الله خير بارك الله فيكم زين قربوا عندنا كم ساعه شفناك والله قربوا الله يبارك فيك الله يحفظكم يا هم اقول لكم ها كل حي بحي قبقوا محسن تعال طاول لي وحده مختار شهر العرب ها كلها ابوي مطاعم 24 ساعة صراط يسار نهر ويمين صراط هذا القسم ما دخلنا نحن وينا ليلة بيه صراط صراط ليل بنهار ما يودهم عن الصراط إلا الرقاد كله جانب من كل بلاد هالريال الله يسلك اليوم شايف انه 5 وديات والحين يا ابني عند اوادم ولا قال لي هذا منو ولا خبرني هذا الريال منو هذا اخوك هذا سعيد بن محمد بن سهيل والله والنعم وهالريال هذا محمد بن سهيل والله والنعم ابوهما يا ويلكم من الله كان هذا ابوكم اخونا العود اخوكم اخونا هذا اخونا الصغير جزاك الله خير الله يحفظك الحمد لله هذا الحين هذا الريال وهذا أمهم وحده؟ لا أنا قلت في خاطري زي سويت يوم غيرت الناس ما غير هي حليلة هذا أمه من هالبيت والله بعد لنا من بعدنا بعد هي زين هذا أمه بعدك حبيبي شوف أقول لك أنا في شيء خلق هي بيمدحهم إصابته بيمدحهم لا لا أبني تعب يا سلام الناس كلها خير وبركة نعم يسمونه هذا خير يعني الله يحفظك الله يطرح فيه الله يطرح فيه البركه ان شاء الله في العيال بلغك ان شاء الله في احفادهم لا لا زين التنوع تاخذ بنت عمك وتاخذ شعبيه وراعي تبر وراعي تبحر وراعي تيبل يعني كل زين تنوع تنجح اي نعم ما شاء الله انتم اخذت الفاينل الحين وشربون مشكر شو كان؟ شكريت كله قصب السكر هذا بلا شيء هنيك منين الحين يا رب زين انت من ابوي؟ اخوك خليل المنصوري مدير العلاقات العامه من طاقه الامارات والله والنعم والله والنعم مرحبا خليل الله يسلمك وهالريال وياك منو؟ عيسى علي عيسى علي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عاد انا معرفتي باللاعبين جديد ما شاء الله جتل انت التليفون مرة هالحين عدل يا سلام ونحن بكلمة من عندك طال عمرك انزين ما شاء الله اسبوعك انت متان غطيات النقطة هيك وين تشوف هذا وقف ولا ما وقف ما شاء الله عليك يا الله يحفظك انزين شو تبع حينا والله نحن ببانكوك والله شو اقول لك عاد بنعطيك كم من بيت الحين انزين يلا يقول على طريق الدعي نهار عيد الضحية الغاشية الغشمرية بعيونها صوبتني قالت مسيتين حالك اللي تعدل عقالك بالله شوف حالك سوالفك حيرتني شوف موترك وش موديله يعني يقرقع بويله على مسافه طويله ماكينتك ازعجتني قلت يا بنت يكفي فضايح ويل عنك يا حظ طايح العصر يا بنت رايح هناك مرسيدس يا ابني والله لروح الوكاله وصك موتر بداله جديد تحت الكفاله ليش شاف الخالد يكيف يا سلام يا سلام ها وين جاي؟ مرحبا يا صلاح كيف الحال؟ الله تمشي وتتنافض تمشي وترتهش مشكل انت صلاح تعرف هالريال؟ كيف ما تعرفه؟
هاي العيال حبيبي، هذا ابوهم، حتى صلاح ما مصدق يقول خرطي. شفتوا بالله عليكم، ها شوف المقصر وين وصل، تعرف الله تعد ابوك والله، دي ما عرفت اول ما شفته، ما زين ما زين ما زين، المقصر خفيف ويلالي، رقم واحد رقم واحد والله. دعايه هاي نسوي للريال، لا ما يبغى دعايه. يلا اقول له ثانك يو، خيخ انت خيخ. خيخ. والى الان ناتي لختام حلقتنا في المكان اللي نحن فيه. اي سي اتاك. يا نحين الله يحفظكم من الفندق، بنصلي بنعين من الله خير. و برد نطلع، بنرقد صلاح برد نطلع الحين. يعني شو سوى ابوك محسن؟ خربشني في ايدي، ضغطني كده بالدواف. صدق قول والله. لا لا هو قال خل اشوف. يا سلام خفف كده. صلاح شو سويت به؟ كده؟ شو سوى ابوك محسن؟ بقول لك ضغطني كده بالدواف. يا ابني بس يا ابني انا عورك. وانت تعالش بقى علي كده خلاص؟ وانت تعالش. اقول له ها؟ وانت تعالش. صالح ما بترقد؟ يوسف وي بترقد لو بعدك؟ انت وانت؟ صليت انت العشاء لو بعدك؟ لسه. متى بتصلي؟ دعني ان شاء الله. متى؟ جيش علي. ها؟ جيش علي. السنة الجاية؟ ايه زي دلوقتي، السنة الجاية زي دلوقتي. شو يريد الحين صلاح؟ اليوسف باكر باكر حق مساج؟ لا باكر باكر صلاح الحين شو تريد؟ مساج؟ مساج مساج حط المساج. مساج؟ لا ها شو مني مو شو بني شو تريد الحين؟ موكو مراكو؟ ايه مراكو؟ ايه مراكو هني في تايلاند؟ تروش هني شفته وين؟ هني بقى هني بقى مراكو؟ هني مراكو بقى يسوي مساج؟ ما تقول ما في تايلاند حبيبي؟ لا موكو موكو مراكو؟ شفت بعينك انت؟ شوف يا رحيمة وانتوش انت اي حتى بحريم يسوي لك مساج؟ لا لا بني برجال حبيبي حرام تلحقنا النار لا لازم رجال يسوي لك مساج. وين؟ متروس رجال وايد. ما حرمه لا حرام حبيبي. بس ليله بس. لا حبيبي لا 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 حرام. تلحقنا النار. تقعد خالص. ما شي فايده. اي اي. بس انا ما عندي مشكله بس ليله. ما عليك. لا حبيبي. ما نكلم بس. الناس كلها بتدري بك صلاح. اخبر الناس مساج حرمه تسوي مساج تلحق النار شو كلام حرام خلي خلي وخلي انا من ده يلا روح خلي يلا رقد رقد احلم احلم بالمساج شو ما بيك نوم لازم مساج ما اشوفك خدي الحين تشوفك شوف باكر باكر يلا خلاص باكر يلا سر ما يريد ابدا ما يريد خلاص يلا جود نايت جود نايت ها عجزتني انت ما يريد ها ما يريد شو ما تريد زي قول حميد خلاص ما تريد مساج؟ تاني توش تاني ما يريد ابدا ما يريد ما ابدا ما تريد؟ ايه بس خلاص يلا شدو ترى ما يبقى مساج ابدا خلاص ما يبقى خلاص صدقوا العرب ها؟ شو صلاح؟ ابدا ما يريد ابدا ما يريد ما تريد صلاح؟ لا لا ابدا ما يريد
ضبعه تحتاسب كبرك. شو هذا بعد؟ هذا موديل جديد. يلا انا بقل ما علي الحمار. هذا محسن. خلاص شو اسمه هذا؟ شو اسمه؟ روسكس. شو؟ محسن. محسن؟ صلاح. محسن. شو؟ محسن. محسن محسن. روسكس. اوه يلا رقد رقد. الاخبار خير البيت. عايزك تروح ترمينيتر وتروح سيام باراجون. وتلف كويس جدا. وحش وحشني جريس. انت الحين تعلمه وين يروح؟ تايلاند بتاعتي البوكت بتاعتي انا لففه تايلاند كلها. كويس. وما تنساش محلات السمك اوعى وشارع الشيطان. اوعى شارع الشيطان اسمه كده. الله يا ابوكم يا غير قطر يرعى 24 ساعة 24 ساعة يرعى. نحن ساعة انت متريج ومتغدي وسناك وطحنت الزمان وحين رديتها صرت ليه يا محسن؟ نعم متغديني ساعتين. ايه متغديني ساعتين. متغدين المغرب المغرب ده ساعتين ستة ونص. انزين ماشي ستة ونص حدوات شايتنا جوه. انا ما يعتعيان لا ما شاء الله ما بنكونش يعني انت تاخد دواء عشان ما تجوعش عشان يعمل لك ايه ده. محسن سؤالك كرش. انا بقى بقيت عامل زي العجل زي الدب مش عارف انزل مصر كده ازاي. انا عايزك اودي لك مطاعم في اي بي. المطاعم اللي انت رايحها دي تعبانه جدا جدا جدا. انا عايزك تروح مطاعم خلاص. انا مش عارف زي ايه اللي انت رايحها زي ايه. حاجات انضف كتير من سيام براجونج. الحاجات دي ما خلاص قديمه. فوجي فوجي ده نمره واحد. يلا التوفيق ان شاء الله وترجع بالسلامه. انا عايزك اودي لك مطاعم في اي بي. المطاعم اللي انت رايحها دي تعبانه جدا جدا جدا. انا عايزك تروح مطاعم خلاص. انا مش عارف زي ايه اللي انت رايحها زي ايه. لا في حاجات انضف كتير من سيام براجونج. الحاجات دي ما خلاص قديمه. فوجي فوجي ده نمره واحد. يلا التوفيق ان شاء الله وترجع بالسلامه.